الحمد لله على السلامة يا فندم. ثانك يو. وسيادتك ناوي تقعدي في مصر قد ايه يا فندم؟ طوالي فور لونج. اهلا وسهلا. شنط الهانم في 36. Hello, please give me 70718. Thank you. Hello, أنت 707. 1-8. أنا بلبل نبيلة. أنا جيت حالا من لندن. حد يعرف إنك وصلتي؟ أحسن، مش عايز حد يعرف إنك كلمتيني. أنا مترعب. طب قول لي مين اللي قتل بابايا؟ بليز. ما أقدرش أقول لك في التليفون. قابليني بكرة في مدرسة ضرب كواكا. فين ضرب جوافة دي؟ أنا ما بعرفش مصر بالكويس. أنا في لندن من 20 سنة. خدي تاكسي يوصلك، هستناك في أوضة الناصر. اتأخر قوي حضرة الناصر. غريبة، ده عمره ما عملها. يبقى النهاردة هيعملها. ليه؟ عشان ما يمضيش أوراق تعييني. حضرتك تعرف حضرة الناصر؟ لا، إنما عارف حظي. ما تبقاش متشائم يا مظلوم افندي، وعشان تطمن انا هكلمه في البيت بنفسي واستعجله. ولكم الشكر يا استهانه. مش بقول لك اكيد جرى له حاجه؟ وليه ما تقولش انه نزل وجاي في السكه؟ عن اذنك عندي حس. اتفضلي يا فندم، اعمل معروف، ابوس ايدك، امضي الورق وروح في اي دهيه تعجبك. قلت النظر ايه؟ نفسي بقى اشتغل واقبض فلوس، نفسي اتنغنغ وادوق طعم العز. عز؟ انت بتقول عز؟ ايوه يا فندم بقول عز. هو في اجمل من العز؟ تبقى انت اللي قتلت بابايا. انا؟ اه يا بابايا. مظلوم يا عالم والنبي، مظلوم والله. اطلع من دولة يا ساهي، اطلع من دولة. مظلوم يا عالم والنبي، مظلوم والله. تحت السواهي دواهي، اطلع من دولة. مذنب والله، متهوم يا اختي، مظلوم. ايه اطلع. مظلوم يا عالم والنبي، مظلوم والله. اطلع من دولة يا ساهي، اطلع من دولة. مظلوم يا عالم والنبي، مظلوم والله. تحت السواهي دواهي، اطلع من دولة. اطلع من دولة يا ساهي. انا غير مذنب والله، متهوم يا اختي، مظلوم. ايه اطلع. مظلوم يا عالم والنبي، مظلوم والله. اطلع من دولة يا ساهي، اطلع من دولة. مظلوم يا عالم والنبي، مظلوم والله. تحت السواهي دواهي، اطلع من دولة. Thank you.
نفسك يا هنا. مش ههدى الا لما تنقشوه. ينقشوني؟ ينقشوني بيطلع ايه؟ يعني يحطوا الحبل في رقابينك ويتكوا عليها لحد ما تقول اي، فهمت؟ ممكن اعرف والد حضرتك اتقتل امتى؟ من 20 سنة. اكتب دي عندك يا حضرة الضابط. انا من 20 سنة كنت طفل معجزة بركب الترماي بنص تذكرة. وايه اللي مخليك تتهمي الاستاذ بعد المدة الطويلة دي؟ كبسة. ردي على دي، ردي. وانا في لندن وصلني الجواب ده. وقابلت اللي بعته؟ لا، قابلت المجرم ده. عيب يا هانم، عيب. ممكن اعرف ايه اللي وداك المدرسة؟ ما قلت لحضرتك اني كنت هتنيل اتوظف، وادي جواب استدعاء بامضة حضرة الناظر نفسه. على كل حال انا بعت للناظر علشان اسأله عنك. صح، اكبر صح. ايوه يا سيدي، الاستاذ ابراهيم سعفان ناظر مدرسة ضرب كواك الخاصة. ايه؟ ماله؟ شرفي لاني رافع عليك قضية ومكلبشك في حديد، بس يوصل حضرة الناظر. حضرة الناظر مش هيقدر يجي. بسيط، نكلمه في التليفون. مش هيرد عليك. ليه؟ ما دفعش الاشتراك؟ لا، اتقتل. طب وين؟ نعم اتقتل زي ما اتقتل بابايا. يا بابا. بس جيتمي، انت بتعدي لي منين؟ اتحدفتي عليا من انهي مصيبة؟ ورقي كان ناقص على امضة واحدة، عطلتيني، خليتي عزرائيل سبحني ومضى على رقبته. حضرة الضابط ده باين انه اتجند في مخوخه. مخوخه؟ هو انا بقى عندي مخوخه؟ ليه يا رب تعمل فيا كده؟ ليه؟ ليه بس؟ ده انا طيب، ده انا اهبل. استاذ مظلوم، عارف يا حضرة الضابط، عارف سيادتك مضطر تحجزني لحد ما تظهر براءتي من التهمة. مظلوب يا عالم والنبي، مظلوب والله، مظلوم يا عالم، مظلوم والله. حضرتك بتلعب مع مين؟ معايا. ويا ترى مين الكسبان؟ لسه بقاله 5 سنين بيلاعبني. يا طولة بالك يا اخي، تلعب بدالي؟ وانت تلعب بدالك؟ ما عنديش مانع. اتفضل. ادخل. بن مزي، النبي قبل الهدية. ودي برضه هدية تليق بمقام سعادة الباه. تفكريها ايه يا ولية مستخرة؟ ده غزال. وايه اللي سخطه؟ برعتله. خاف مني؟